إخوتي الكرام، إلى مجلس السماع نأتي به أولا، ثم بعد ذلك نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه وعن الحاضرين والمسلمين. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، قال رحمه الله الأصل الرابع، قال: أن المشركين الذين بعث الله الرسل عليهم السلام إليهم مقرون أن الله خالقهم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قال: وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قال: وأنه الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ثم قال رحمه الله: وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة الشنعاء، يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال إبليس: إني أخاف الله رب العالمين. وقال: رب بما أغويتني. وقال: رب فأنظرني. قال رحمه الله: وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهن. الله أكبر. أذنك أحمد. ثم قال رحمه الله: ورازقهم. وقال: ولهذا احتج عليهم الرسل عليهم السلام بقولهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وبقولهم: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال: والمشركون مقرون بذلك ولا ينكرونه. انتهى الأصل. رضي الله عنك، أحسن الله عليك، ورفع الله مقامك وأحسن إليك. هنا مسألة عظيمة، هذه المسألة هنا أراد أن يبين أن الأمر الجلل بين المسلمين، بين الرسل وبين أهل الشرك، ليست المعركة معركة الاعتقاد اللي هو الاعتقاد في الخلق والرزق والإعطاء والإحياء والإمات، المعركة فوق ذلك بكثير. المعركة هي معركة تحقيق قضية الكون الكبرى في مسألة التوحيد، توحيد الإلهية. ولذلك أنت ترى أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم لم يشركوا شركا ظاهرا في الربوبية، ولكنهم يشركون في الإلهية، وكانوا إذا طافوا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا ولك تملكه وما ملك. فكانوا يقرون بربوبية الله جل في علاه. فإذا سألتهم عن الخالق الصانع الرازق المبدع المعطي المميت الذي له ملك السماوات والأرض، سيقول الله. الله ما ينكرون، يقولون الله جل في علاه، يقولون الله ولا ينكرون أنه خلق السماوات والأرض، وأنه الذي رزق، وأنه الذي يحيي ويميت، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ثم عرجاء في يوم كان مقدره ألف سنة مما تعدون. لذلك قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. ما في، ما عندهم أي اعتراض على ذلك، يقرون بربوبية الله جل في علاه. وأيضا قالوا أنه خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، وأن الرازق المدبر هو الله جل وعلا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأيضا قال الله جل في علاه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم. وهو كما قلت هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يرجع في يوم كان مقداره 5000 سنة مما تعد. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أنهم يقرون بربوبية الله جل في علاه، والمشركون لا يخالفون في الربوبية. بل أنت ترى أن الله تعالى أتى لنا بوضح
في مسألة الخلاف العريض بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال ها ها فإنهم لا يكذبونك وإن الظالمين بآيات الله إيش يجحدون. الأمر الثاني أهم من ذلك، الأهم من ذلك في حق أمر آخر، ألا وهو أنهم أنكروا عليه أنه يؤكد في التوحيد، التوحيد هي قضية الكون الكبرى. قال الله تعالى عنهم أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا شيء عجب، يعني شوفوا يتعجبون جدا أنه جعل الآلهة إله واحدة، يعني العبادات التي يصرفونها لغير الله جل وعلا هناك ما يؤمرون به أن لا تصرف إلا لله جل في علا. قال الله تعالى شوفوا ألزمهم، الله تعالى ألزمهم أقام عليهم الحجة ظاهرة باهرة قاهرة، أقام عليهم الحجة أولا بسحبهم إلى إقرار الربوبية. قال إذن الربوبية أصلا تستلزم الإلهية، فكيف أتيتم بالملزومة تركتم اللازم في هذا الباب؟ يعني الربوبية تستلزم الإلهية، فلما فارقتم بعدما أقررتم بأنه هو الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا ومات، ثم بعد ذلك صرفتم العباد الغير، لما صرفتم العباد الغير؟ فهنا يقول الله جل وعلا قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون هذه هم، يعني هو بيجرهم إلى، يعني في هذا الباب بيجرهم إلى مرضات الله جل وعلا، بيجرهم إلى توحيد الله جل وعلا. المسألة هنا على التوحيد الإلهية، بعدما أقام الحجة بالربوبية أقام الحجة بالربوبية ألزمهم في الإلهية، استلزم ذلك الإلهية. قال الله تعالى قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر كل ذلك ربوبية فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون، والتقوى هنا فعل المأمور به، الطاعات على نور من الله يرجو ثواب الله ويمتنع مع المحرمات على نور من الله يخشى عقاب الله جل في علا. وأيضا قال الله تعالى قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فأفلا تتقون. فانظر هنا إقامة الحجة ثم بعد ذلك اللازم، إقامة الحجة ثم اللازم. قل ما بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنا تسحرون. فأنا تسحرون، هذا فأنا تسحرون. فهنا يعني يعاتبهم بعدما أقروا بالربوبية كيف لا يأتون إلى الإلهية. إذن الله تبارك وتعالى قال هذه الآية أن الكفار المشركين الذين حرموا النبي وحرموا الله جل في علاه وحرموا دينه كانوا يقرون لله جل في علاه بالخلق والرزق والأحياء والإمات، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وأنه هو الرزاق الذي يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي وأنه الذي يدبر الأمر من السماء والأرض وأنه لا الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة، ومع ذلك فهم كفار لأنهم صرفوا العبادة غير الله جل في علاه. شوف الله جل في علاه بعدما أقروا أمامه في الربوبية كفرهم، وكان التكفير هنا من أجل أنهم صرفوا العبادة لغير الله بعدما أظهروا وبعدما أنهم يعني قد أقروا بربوبية الله جل وعلا وأن الخالق الرازق المدبر الأمر إنه والله جل وعلا، حادوا وصرفوا العبادة لغير الله جل وعلا. لذلك قال الله تعالى قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فأقام عليه الحجة. فقال أفلا تتقون، فقل أفلا تتقون أي قل هؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان محتجا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية، قل من يرزقكم من السماء والأرض بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج الأنواع من الأرض وتيسير أسبابها. وهذا أمر عجيب، يعني هم خلاص علموا أن الذي يرسل الرياح مباشرة بين يدي رحمته والله، الذي يرزق والله، الذي يحيي ويميت والله، الذي خلقه والله، لكن لما يستغيثون بالأصنام ويدعون الأصنام من دون الله جل وعلا، مع أنهم يعلمون أنهم ليس بأيديهم شيء، لما؟ نريد مجلس السماء، مجلس السماء هو أهم شيء، فهذه مسائل العقدية دي مسائل مهمة جدا. هم حرصوا على الإجابة، الله يرضى عنهم.
والله شيء أخانا الفاضل محمود أحمد أيضا وجبت زيارته أيضا في القاهرة، وأبو رقية نفس الأمر تجب زيارته إن شاء الله، الله يشفيهم شفاء تام غير منقوص. اللهم أمين رب العالمين. السؤال هذا مهم، أنا أريد إجابة. قطر النادى أجابت الإجابة صراحة، فأريد أنظر في الإجابات. أخونا فضل يقول يقربون لله، يتقربون لله زلفى. فضل من؟ إسباني. ممتاز فضل 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 أصبح من شهر 12. أصبح شهر 12. إن شاء الله ما بيقومش على الجهاز، كل يوم بيبدأ في يوم. يعني هو الآن هم يقرون بربوبية الأجر الفعلاء، فلما يسألون العطاء والرزق من غيره؟ طبعا هو أصلا إيمانهم بالربوبية ليس إيمانا تاما، لكن هم يؤمنون بالربوبية. آمين آمين، الله يتقبلنا في الصالحين جميعا. طيب الصحيح في هذا الباب، وطبعا أخذ قطر هذا أجابت أيضا، هو هم قالوا ليقربون الله زلفى، يعني هم يدعون الأصنام الأوثان ما يعبدون من دون الله جل في علاه على أنهم وسائل إلى الله جل في علاه، شفعاء عند الله جل في علاه، أنهم شفعاء لهم عند الله جل في علاه، وأن الله تعالى لا يعطي أحدا إلا بشفيع. يعني هم أول شيء أساءوا ظن بالله جل في علاه وأنزل الله منزلة الخلق، ثم ذلك جنوا جناية أخرى وأنهم صرفوا العبادة لغير الله، وقال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. طب كيف هيقربوكم إلى زلفى أصلا؟ كيف يرتضي النفس أن هو يعبد من دون الله جل في علاه؟ نعم هم اتخذوا وسطاء، صرفوا لهم العبادة، مش اتخذوا وسطاء فقط، بل اتخذوا وسطاء يدعونهم من دون الله، يستغيثون به من دون الله، يعني هم اتخذوا وسطاء بهذا. لذلك قال تعالى قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحية من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أفلا تتقون أي قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان محتجا عليهم بما أقروا به من توحيد الله، من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية، قل ما يرزقكم من السماء والأرض بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض تسيل أسبابها فيها. نعم أما يملك السمع والأبصار والأفئدة الذي خلقها وكل ذلك يقرون، فصرفوا العبادة لغير الله جل وعلا، زعموا في هذا الباب أن هؤلاء وسطاء لهم عند الله جل في علاه. نعم. نعم هذا ما يحدث في الأضرحة تماما. نعم هم يدعون الأضرحة من دون الله جل في علاه، ما اتخذوهم وسطاء فقط على المقال، ولا هي مجازية على ما زعم الأشاعرة، بل الحقيقة في الأمر فوق ذلك، الحقيقة في الأمر فوق ذلك. لذلك ألزمهم الله تعالى عندما قال أفلا تتقون، وقوله تعالى قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لا قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لا قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لا قل فأنا تسحرون. فحقيقة الأمر هنا كما قلنا بأنهم يعني صرفوا العبادة لغير الله جل فعلا بعد الإقرار، بعدما أقروا بالتوحيد، ومع ذلك فإنهم عدلوا عن ذلك ولم يوحدوا الله جل فعلا حق توحيده، وصرفوا العبادة لغير الله جل فعلا، عبدوه من دون الله ودعوهم من دون الله جل فعلا، ما دعوهم لاعتقاد بأنهم يجيبون أو أنهم يملكون، هم دعوهم على أنهم وسطاء. ومن جعلهم وسطاء؟ من الذي يعني يقال لهم من الذي جعلهم وسطاء؟ ومن الذي قال لكم أن الله سيقبلهم وسطاء؟ ومن الذي سيقول بأنهم لو توسلوا يعني سيقبل توسلهم؟ مع أن الحقيقة أنهم لا يتوسلون إلا بالله، حتى الأنبياء يوم القيامة قالوا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من الذي يعني علمكم في هذا الباب أنهم شفعاء وأنهم يقبلون عند ربهم جل في علاه وأن الله ارتضاهم شفعاء؟ يعني كيف الجرأة التي جاءتكم بأنكم جعلتموهم كذلك ثم صرفتم العبادة لهم من دون الله جل في علاه؟ فهنا المسألة عظيمة، لأنهم بعدما أقروا بالربوبية ألزمهم الله تعالى بهذا الإقرار إلى الإلهية الذي هو أهم شيء،
فكما قلت أنهم دعوا استغاثوا بهم من دون الله، دعوهم من دون الله جل فعلا، صرفوا لهم الذبح والنذر العبادة من دون الله جل فعلا، مع أنهم يعتقدون بأنهم لا ينفعون لا يضرون لا يخلقون لا يرزقون. فلما لما هذه المسألة يعني أجابت خاطر هذا صراحة، أجاب في هذا الباب، نعم أجابت إجابة صحيحة في هذا الباب، وهو قول قولها أنها قالت هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني تخدم وسطاء. الأمر في هذا الباب أنا أريد يعني أحد يتقن النظر إلى هذا الفعل ما مداه. هم الآن الله تعالى بيّن سألهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله، من الذي رزقهم الله، من الذي أعطاهم الله، من الذي منعهم الله جل في علا، وهم يقولون بأن ملكوت السماوات والأرض بيد الله جل في علا، ثم صرفوا العباد لغير الله. فلما عرضوا بذلك قالوا ما نعبدهم، ندعو نستغيث نتوسل نستعين، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذه فيها مزالق، ما هي البداية؟ أنهم قالوا ما نعبدهم يقربون إلى الله زلفى، فالبداية أنهم اتخذوهم إيش وسطاء. أنا أريد بقى أحد يحلل لي هذه المسألة برمتها في مسألة الشرك في هذا الباب وكيفية شدته. سيدنا طلع جري، نعم تفضل سيدنا. نعم نعم، نقول لهم الوسيلة عبادة، التوسل لله عبادة. أنا ما أردتك أن تقول لهم، أنا أردتك الآن أن تبين لي ما وقع فيه من الشركيات تحليلا وتفنيدا، حتى بعد ذلك نأخذها واحدة واحدة. أخونا يقول قصد الله على خلقه. ممتاز ممتاز. هذا أول، اسمع محمود بس، أول مقال من هذا؟ يوسف المجاهد، هذا المشاغب السيناوي. نعم حقيقة هنا المسألة فيها قياس، المسألة فيها قياس، يعني قاسوا الخالق بالمخلوق. ماشي ايش اختنا تقول؟ اشركوا في التوسل اتخذوا سببا. اخونا عبد الرحمن منصور الزائري يقول السلام شيخنا المبارك، ذكروا اسمك في خلاف ما استحلمك بذلك، لا تلتفت ولا ترد في هذا الموضوع وانشغل بما في الله يرضى عنك. سمعت واطعت يا عبد الرحمن، ولا نعم الناصح الأمين أنت عبد الرحمن. لا 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 تخشى شيئا، أنا لا ألتفت ما دمت يعني عندي شيء أتلألأ أمامي في السماء، كله ممكن أضرب وأمشي، فاهم؟ مش أنت شو أجري، أنا أضرب وأمشي، فاهم؟ ما أقف، ولكن لأجل عيونك أنت أيها المهذب الناصح، لن أضرب ولن أقف، سأسير سريعا كما قلت أنت ونصحت. سمعت وأطعت عبد الرحمن. أول شيء قصوا على خلق، ما هات ما عندهم. يقول أخونا فضل صراحة هنا قاتل ندى كتب كلام قوي جدا، معناه أنه أصلا بارع يعني متقن، وصراحة عشان ما 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 ما, ما يعني أخونا إذا كان عندكم قاتل سيدي فنحن عندنا فضل. تقول احنا انت عندك فضل، انا عندي قطر، فهو عشان ما نفس حقوق. تفضل. تعاملوا مع الله كما يتعامل المحتاج من الملك، فذهبوا للوسيطة. ماشي جيد، ماشي. ها واختنا تقول اذا سألك عباد عني فاني قريب. كيف اختنا تستدل بقوله تعالى اذا سألك عباد عني فاني قريب؟ ممتاز. لما يتخذون الوسيطة يعني. انا انتم فهمتوا سؤالي؟ انا سؤالي في عمق شوية، عمق اريده عشان يعني لانه مساله علم سيدي. يعني اشركوا لما ظنوا بالله ظن السوء، لما اعتقدوا ان الله بحاجه لوسيط. اختنا تقول ذلك. عبد الله، لا اسمه مجدلاوي. اسمه ممتاز، جيد كله ماشي. انت بهذا اراك يعني، انا اريد مجيب ياتيني بها كليا. يقولون اتخذوا سببا لما شاء الله سببا، لا شرعا ولا كونا، فلذلك عاتبهم الله. نعم ده صحيح من خلال ذلك. سأخذوا مادة تشيل كلها وأتوا بها. أساءوا الأدب مع الله كأنهم يعني يدفعون رشوة أو يتخذون قربة، يقول هذا. ماشي ممتاز. طيب. إذا هم الذين أقروا بربوبية الله جل في علاه، وأقروا بأن الله جل في علاه يعني أقروا بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي، بعدما أقروا بذلك
صرفوا العبادة غير الله، استغاثة بغير الله، استعانة بغير الله، النذر الذبح لغير الله جل في علاه. أقول هذه المسألة فيها أمور. الأمر الأول أنهم أول شيء في هذا الباب نقول أشركوا في الإلهية لا في الربوبية. أشركوا طبعا هذا لازموا شرك فيه، يتضمن شرك في الربوبية أيضا. أشركوا في الإلهية بأنهم صرفوا عبادة لا تكون إلا لا لغير الله. والقاعدة العامة القاعدة الكلية المهمة جدا، كل عبادة ثبتت بالشرع بأنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. هذا التأصيل العام، هذا التأصيل العام، هم صرفوا العبادة لغير الله جل في علاه فوقع في الشرك في هذا الباب. الأمر الثاني على الاعتقاد، هم يعتقدون بأن الله جل وعلا لا يقبل من أحد شيئا ولا يقبل دعاء أحد إلا بوسيط، فهنا قاسوا الله على خلقه، قاسوا الله على خلقه بأنه لابد من وسيط بينهم وبين الله جل في علاه. لذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. طبعا أخطأوا في من أكثر من وجه، أول شيء القياس الباطل الذي قصوه الأمر، وده في وصف الله بالنقص استغفر الله. الأمر الثاني المهم جدا هو لو قلنا وتنزلنا أن هؤلاء وسطاء شفعاء، لأن هذا الذي قاله الأشاعرة قالوا يعني لما تقول الغوث يا بدوي هذا من باب المجاز الإسنادي السببية، معلوم يعني معنى ذلك أن البدوي سيدعو الله ليغيثها الله جل وعلا، هذه المرأة تدعو البدوي ليدعو الله فيغيثها الله جل وعلا، لا البدوي ولا تعتقد في البدوي، لأنه قال ما دامت لا تعتقد في البدوي تعتقد في البدوي فلا شيء. فهنا المسألة نقول لها الآن إذا البدوي وسيط، نعم وسيط، طيب الآن نقول الوسيط هذا البدوي الوسيط، من قال لك أن البدوي مقبول وساطة عند الله جل وعلا؟ من أذن له أن يشفع؟ هل رضي الله به شفيعا أم لا؟ لا سيما وأن الله جل وعلا في الشفاعة قد أثبت أنه لا يقبلها إلا بشروط. من الشروط أولا الإذن للشافع، من أعطاك أين الدلالة على أن البدوي شفيع؟ إحنا خلاص تنزلنا مع الخلق تنزلا تام، ما الدلالة على أن البدوي شفيع؟ ما الدلالة على ذلك؟ أول شيء. الثاني ما الدلالة على أن الله أذن له أن يشفع؟ قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد من إذن ولا بد من رضا. أين الدليل على أن البدوي أذن الله له بالشفاعة وأن الله بعدما أذن قبل شفاعته؟ وأيضا لابد أن نقول أين الدلالة على أن الله يقبل الشفيع ها أو المشفوع له أن الله تعالى يرضى عنه؟ لأن الله تعالى قال الشفاعة مش هتقبل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعني في كل أحوال المسألة وأنت تحللها في هذا الباب أغبياء سفهاء أضاعوا أنفسهم من يعني من أبواب الشرع بكليتها. البدوي وسيط، الحسين وسيط، فاطمة الزهراء وسيطة كما يقولون، فاطمة الزهراء على ما يقولون هم، علي بن أبي طالب وسيط، الحسن وسيط، الحسين وسيط، ممتاز. أولا لابد أن نطالب ما الدليل على أن الله أذن لهم في الشفاعة. الثاني الدليل على الله راضية منهم، راضيهم شفعاء. الأمر الثاني الثالث المهم جدا أن الله راضي للمشفوع له أن يكون مشفوعا له. أين هو؟ ما في. بما ذلك القوم يخترعون ويعبدون من دون الله جل في علاه ما لم ينزل به سلطانا. وإحنا قلنا أصلا الدعاء عبادة، الاستغاثة عبادة، فالعبادة التي ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد، صرفها لغير الله شرك، صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. ومن ذلك أيضا أمر آخر الشرع يمنعه، خلاص احنا جبنا الطبمات الكبر اللي هم فيها بالشرك الأكبر الأصلي، هناك أمر آخر الشرع يمنعه هم يتوغلون فيه، وش هو؟ أنا أريد بقى الإجابة دي صراحة يعني سمعوك، ده تعريض بأخ واحد، ده تعريض بأخ صح؟ لا تتعريض بأخ واحد، قل له اسماء ائتي بها على المصريين، ائتي بها على بلاطة أو سيدة بالهندي أو ائتي بها مباشرة الآن، ماذا تقصدين؟ قولي لا قل لها ذلك، هي صادقة جدا، قل لها قولي أنت تقصدين إيش؟ أنا أراها تقصد أخ واحد أنا يعني اهتممت به، قل لها ذلك
بالله. هي قالت اطلب الانصاف من ابنة ابي قحافة صح؟ هي قالت ذلك. قل لها من؟ قل لها من؟ ما كتبت؟ انا عارف انها صديقة لا تدلس. حقيقة الاجابة من الاهمية المكان. لان هذه تتمة الاجابة الاولى، وده محط النظر الذي اريده ممن يتقن في هذا الباب. سيدي يقول اخونا العمل عندهم ليس من الايمان، والايمان عندهم تصديق فقط. اين اسماء؟ اين هي قالت الان تطلب العدل صح؟ نعم. قل لها من؟ رضا معك يا شهر زيد احسن الله عليك. ها؟ يقول اخونا ما انا عندي جواب. ده بيطلع لوحده الراجل ده، ما فيش انذار، بيطلع اتفضل يا استاذ. أحسن الله عليك. سيدنا هم يفرقون يصرفون العبادة لغير الله ولا يعتقدونها عبادة. أنا فين هو فين؟ صحيح محمود، لكن الذي أردناه أمر آخر. طيب أنا في إجابة أصلا عشان أسماء ترتاح. نعم تقول أن يعني ما اللي أنا قلته صحيح، تدافع عن ابن أبي قحافة تقول عنه هو أهل الاهتمام بارك الله فيه. يعني هو قصدته صح؟ نعم قالت فيه مفرد يعني. أيوه قصدته، خلاص قصدته. وأنا وصلني إجابة منه، وهي الإجابة الصحيحة المرجوة أيضا. الإجابة أنا قرأتها لأن أنا ما أراها هنا، قرأتها. وإيش قال الأخ؟ إيش قال؟ بص شايف إيش قال؟ قال التفات القلب. وهذه الإجابة التي أريدها. نعم أجابت إجابة سديدة، وهي أصلا أسماء أجابت مثله إجابة مش أليس قال ذلك؟ ها؟ الإجابة سديدة. المسألة هنا في هذا الباب بعدما قلنا التفنيد هذا، نقول أنتم أيضا إذا تنزلنا معكم، هذا اسمه مع التنزل، إذا تنزلنا معكم والمسألة على المجاز الإسنادي كما تقولون، والمسألة مجازية والمسألة سببية، طب في السبب هذا ماذا فعلتم في الإنسان المكلف لما ليل نهار يقول مدد مدد يا بدوي الغوث الغوث يا بدوي؟ التفت القلب لإيش؟ لغير الرب. التفت القلب لغير الرب، والتفات القلب لغير الرب هلكة هلكة. لأن هو سبيل المشركين كان أصالة بالتفات القلب لغير الرب، ولذلك كيف كان التطير عندهم؟ كيف كان؟ نفس الأمر، فهو بالطير ينظر ذلك فقلبه يلتفت لغير الله جل في علاه. فاحنا قلنا لو ما في كل الامور التي بيناها لكم بانه شرك، وانه شرك اكبر، وانه كفر، وانه صرف عباده لغير الله جل وعلا، قلنا لو تنزلنا معكم على النهايه دخلنا في امر اخر، وهو انكم ميلتم القلب بكليته لغير الرب جل وعلا. وده سبيل للشرك، سبيل الشرك الاكبر، ده سبيل للشرك لا محاله. كلما مال القلب للسبب، كلما مال القلب للسبب كلما وقف معه، وإذا وقف معه اعتقده، وإذا اعتقده نما الاعتقاد في غير الله جل وعلا. كده دايما نقول إن الإنسان أصلا في ضائقة، والذي يضيق عليه رجل متمكن جدا، رجل تراه يعني أحاط ماديا، أحاط مكانة، أحاط سيادة، أحاط قوة، المهم إن هو الأسباب الدنيا المادية عنده موجودة. لما القلب ينظر إلى الأمور المادية هذه ولا يعلو ببصره إلى السماء سيسقط في الأسباب، يخشى جدا من الأسباب، يخشى جدا من الأسباب كخشيته من الله جل وعلا، فيضيع أمره. وأيضا حتى لو كان به يتملك فهو أيضا قلبه يلتفت للسبب فيعيش مرتاحا أنه سيصل إلى ما يريد، إلى ما يريد، لأن كل الأسباب بيده. هذه معناها أنه في ضعف الإيمان موجود قوي جدا في هذا الباب، خافت. فلأن القلب لابد أن يتمكن فيه حسن الظن بالرب جل في علاه. في القلب لابد أن يتمكن فيه حسن الظن بالرب جل في علاه. هذه مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب. وكما قلت هم بعدما أقروا بربوبية الله جل في علاه، يعني قد أشركوا في الإلهية. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. السعدي في تفسيره يقول في هذه الآيات: يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المكذبين بالبعث العادلين بالله غيره، محتجا عليهم بما أثبتوه وأقروا به من توحيد الله والعبادة، وبما أثبتوه من خلق المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من إعادة الموتى الذي هو أسهل من ذلك لإيمان الأرض ومن فيها.
أي من هو الخالق الأرض ومن عليها من حيوان ونبات وجماد وبحار وأنهار وجبال، المالك لذلك المدبر له. فإنك إذا سألتهم عن ذلك لابد أن يقولوا الله وحده، فقل لهم إذا أقروا بذلك أفلا تذكرون، أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به مما هو معلوم عندكم مستقر في فطركم. قد يغيبه الإعراض في بعض الأوقات، والحقيقة أنكم رجعتم إلى ذاكرتكم بمجرد التأمل، علمتم أن مالك ذلك هو المعبود وحده، وأن إلهية من هو مملوك أبطل الباطل. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قرأها وهو يكسر الأصنام حول مكة. وفي هذا أعظم من ذلك قول قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. رب السماوات السبع التي فيها النجوم المتلألئة والكواكب السيارة والشمس والقمر والسحاب الذي بينه وبين الأرض. قال ورب العرش العظيم الذي هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمها، فمن الذي خلق ذلك ودبره وصرفه بأنواع التدبير؟ سيقولون لله، أي سيقرون بأن الله رب ذلك كله. قل لهم حين يقرون بذلك أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون عبادة المخلوقات العاجزة التي لا تملك لكم رزق ضرا ولا نفعا، وتتركون عبادة رب الواحد الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وفي هذا من لطف الخطاب في قوله أفلا تذكرون أفلا تتقون، وعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب ما لا يخفى من ذلك رفقا. ولذلك قال عن أكفر أهل الأرض وش قال له؟ فقول له قول لينا لعله يتذكر أو يخشى. وبين إقرارهم في الربوبية، قل من بيده ملكوت كل شيء، أي ملك كل شيء العلوي والسفلي، الأنهار البحار الأشجار كل ده. طيب نعم، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وجل فعله، هو يجير عباده، هو الذي ينقذ عباده. ما في، أنا لا أعرف أحد في ضيق أو ضائقة ويعني يعني يعني قلبه يذهب لغير ربي أو من خوفه، هذا ما يصح أنه يخاف لدرجة أن من خوفه أنه لا ينظر إلا للسبب. حكي لي في قصة طالب علم يعني أخذ ظلما فسلسلة سلسلة يعني سلسلة عجيب كأنه المسيح الدجال. شو المسيح الدجال كيف سلسلة سلسلة عجيبة جدا، سلسلة ووضع في مكان سلسلة فيه أيضا، وفي هذا المكان بهذه السلسلة، والقلب كاد انخلع أول ما سلسل في هذا الباب، ثم ما أن جلس في مكان الحديد الذي يسلسل فيه إلا وسمع صوتا يقول لن يمكى المرء حتى يبتلى. يعلم أن الله لا يضيع عباده، استكان بعد ذلك انتهى، خاطب ربه بكلمة فقال له أنت معي أو لست معي. ممكن يقال مجنون، لكن هو مجنون، هو يعرف الرد سيأتي، يعرف أن الإجابة ستأتي. فقال لله جل في علاقة كلمة واحدة، قال أنت معي أو لست معي، أنت الموضوع انتهى، معي أنت انتهى خلاص. إذا كان الله معك فمن عليك؟ بعث عليه فقال له أخي الكريم اعلم إن كان الله معك فمن عليك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.